يوم 24 من أيلول عام 2014 تعرضت عمارة الأربعين أحد أقدم وأبرز الآثار الإسلامية في تكريت إلى تدمير شامل لحق بقبتيه الأثريتين وأجزاء من الأواوين الملحقة به بعد أن قام مسلحو عصابة داعش الإرهابية بتلغيمه وتفجيره. كان يوما حزينا فقدت فيه المدينة العتيقة موقع ارتباطها الروحي وآخر معالمها التي قاومت عاديات الزمن منذ فجر الحضارة الإسلامية. مزار الأربعين من العلامات الفارقة والمهمة والتي تدل على مدينة تكريت العريقة. هذا المزار رمز من طبعاً ومعلم من المعالم الإسلامية في العراق وفي تكريت خاصة. لكن مع الأسف إهمال شديد أصبح لهذا الجامع ولهذا المسجد اللي يضم 40 من رفاه شهداء تحرير مدينة تكريت طبعاً في زمن الفاروق عمر الخطاب. يعني رغم انه احنا العام رحنا الى رئيس وخم السني وانطانا كلام وكان معانا وفد من تكريت، لكن مع الاسف يعني خلينا نقول حبر على ورق. طبعا هذا المعلم والاثر المهم تعرض الى التدمير عام 2015 على بعد اجتياح مدينه تكريت من قبل تنظيم ما يعرف بالدوله الاسلاميه داعش. هذا المعلم ومنذ ذلك اليوم اصبح اطلالا نفره للاسف الشديد، ورغم المطالبات المستمره من اهالي المدينه ومن الباحثين والمثقفين، ورغم ان هنالك يعني صرفت مبالغ لاعمار هذا الموضوع ورغم التغطيه الاعلاميه الهائله التي شهدها، لكن للاسف الشديد لا زال مسجد ومدرسه الاربعين اطلالا ولم تمتد اليه يد الاعمار منذ ذلك التاريخ. مثقفو وناشطو المدينة طالبوا الجهات المعنية بضرورة إعادة تأهيل المكان وحفظ هيبته الإسلامية والحضارية، بالرغم من إصدار ديوان الوقف السني كتابا قبل أكثر من عام يوجه بعمارته وتأهيله، إلا أن المكان لا يزال خاربا مهملا إلى يومنا هذا. الجميع متألم لأن هذا تم تفجير هذا المكان التراثي والحضاري. نتساءل اليوم لماذا تم إيقاف العمل من قبل الوقف السني بهذا المعلم المهم الحضاري والتراثي في حين تم تخصيص مبالغ بالمليارات لهذا المكان ووقف العمل به. الأربعين هو روح المدينة والأسطورة العصية على الزوال أو الإحالة على التأريخ، فمن أحياه فكأنما أحيا مدينة كاملة. ياسر عدنان، قناة زاغروس تي في، تكريت.